السلام عليكم. اليوم كما وعدتكم سوف نتكلم عن توسيعات نتاع مترو الجزائر العاصمه اتجاه الغرب. في البدايه نديروا عجله خفيفه باش نتكلموا على ما تم انجازه من الجهه الشرقيه، ومن بعد نتطرق للجهه الغربيه. اذا في الجهه الشرقيه عندنا الخط اللي ينطلق من الحراش باتجاه مطار، وعندنا كذلك الخط اللي ينطلق من عين ناجا باتجاه براقي. هذا الاولاني فيه 9.5 كيلومترات وفيه 9 محطات، وهذا فيه 6.5 كيلومترات وفيه 2.2 كيلومترات مازال ما انطلقتش الاشغال بها هنا داخل المدينه تاع براقي. وكان هذه فيها 4.5 كيلومترات واربع محطات. اذا هذا هو الجزء هذا نتاع واد السمار، يعني الحراش المطار سوف يتسلم ان شاء الله حسب يعني التوقعات، حسب الدراسات وحسب الخبراء نتاع المشروع هذا سوف يسلم مع نهاية 2023، يعني ما زالت له عام ان شاء الله. والخط الثاني هذا سوف يسلم في 2024 بعد انتهاء الجزء الاخير نتاع 2 كيلومترات هنا اللي قلنا. اذا هذا هو الحالة نتاع الجهة الشرقية نتاع مترو الجزائر. الان نروح نشوف الجزء الغربي من مترو الجزائر، وفيه هنا نلاحظ هنا في الجزء الغربي فيه هنا ثلاث اجزاء، هذا بالفيولي هنايا فيه ثلاثة أجزاء تروا ترونسون. إذا الجزء الأول ينطلق من ساحة شهداء باتجاه شوفالي على امتداد 9 كيلومترات وفيه 9 محطات، ويمر على من انطلاقا إذا من ساحة شهداء إلى باب الواد كيطاني باب الواد، ثم يطلع باتجاه على مقبرة القطار، ثم لوتيل وراسي من الجهة الفوقانية، ثم الأبيار إلى شوفالي. هذا هو الجزء الأول اللي فيه كما قلنا 9 محطات. الجزء الثاني يطلق من شوفالي، هنا كاين محطة كبيرة تاع شوفالي فيه تفرع زوج تفرعات. هذا الجزء الثاني هو فيه كذلك 9 كيلومترات ويمر يروح عند ديلي إبراهيم ثم شراقة إلى أولاد فايت هنايا. والجزء الثالث كذلك ينطلق من شوفالي هنايا ويروح باتجاه العاشور نحو دراريا على امتداد 8 كيلومترات و 8 محطات. هي على حسب لي نورم انترناسيونال، هي المحطات تكون مبرمجة كل كيلومتر تكون فيه محطة 800 900 1000 متر، يعني 1 كيلومتر تكون فيه محطة. إذن هذه هي، وبين المحطة والمحطة تكون فيه محطة للتهوية كبيرة، يعني تاخذ حجم، يعني تاخذ حجم الأشغال كبير. بين كل محطة ومحطة فيها محطات تاع التهوية. إذن هذه هي الـ يعني لنور. فيما يخص هذا الجزء هو الدراسات في الجزء الأول اللي ينطلق قلنا باب الواد نحو شيفالي، هذا الجزء الاول دراسات انتهت. تبقى دراسات هنا راهي جاريه في الجزء الثاني والجزء الثالث، والانطلاقه نتاع الاشغال سوف تكون يعني في غضون العام المقبل ان شاء الله. كاين هنا جزء صغير منه اللي يقع بين يعني ساحه الشهداء، محطة تاع ساحة الشهداء والمحطة تاع الكتالي، هذا الجزء راه قيد الأشغال. إذن راه قيد الأشغال وفيه زوج محطات، محطة في باب الواد ومحطة في الكيتاني. إذن هذا هو. كاين قضية أخرى واللي هي اللي سوف تصعب الأشغال، لأنه فيه انحدار كبير ما بين منطقة شوفالي ومنطقة باب الواد اللي جاية قرب البحر، يعني جاية في منطقة منخفضة عندنا انحدار
كبير ما بين هذه المحطة تاع شوفالي، المنطقة تاع شوفالي والمنطقة تاع باب الواد. تضاريس يعني فيه تضاريس كبار، شيء معروف. إذن المحطات هذه سوف تكون غامقة جدا، تكون فيها بعض المحطات تكون غامقة تحت الأرض، يكون فيها ديزيسكالاتور ديزيسكاليرولون، إذن طوال شوية. معليش، كاين محطات في العالم، في روسيا عندهم محطات حتى 100 متر تحت الأرض، في بعض الدول كاين محطات غامقة. إذا هذا أمر يعني من ناحية الهندسة المدنية ممكن تحقيقه، ممكن إنشاؤه، ما كاش مشكل يعني، لكن فيه صعوبات، سوف يطرح صعوبات أثناء الأشغال. إذا هذه هي، وكذلك هو الانحدار راح يكون انحدار نتاع الخط هذا، يكون انحدار انسيابي انطلاقا من باب الواد حتى شيفالي وديل ابراهيم، راح يكون نفس الانحدار، ما حش الخط نتاع الطريق يعني تاع المترو، ما حش يتبع الرولياف اكستيريور من فوق، هو عنده انحدار ما يفوتش 5%، ويكون انسيابي انطلاقا من اخر اسم اول نقطة الى اخر نقطة، راح تكون انسياب واحد يعني انحدار واحد، ويكون في يعني في انسيابية في الاخر، باش الاكسبلوطاسيون تاع المترو اثناء الاستغلال ما تكونش صعبة وما تطلبش وسائل اضافية، فورس دو فريناج ولي فورس دو، باسكو فيه كيكون الانحدار كبير فيه يعني استهلاك للطاقة اكثر للمترو كيكون اشتغل. اذا هذه هي وهذا هو، يعني نتمنى نكون ألممت بالموضوع يعني بكل يعني الجوانب تاعو في المرحلة هذه اللي رانا فيها. نتمنى يكون فيه مشاريع أخرى في مدن أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.